نم 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 هي يا دبدوب، يلا استيقظ من النوم، اجى الصباح. اوف يا الله، صباح الخير، اصبحنا واصبح الملك لله. هي يا ماشا، خلاص لا تضلك تشاغبي انت وماشا الصغيره الثانيه، والله عجبتوا علي كثير يعني. والله بنحب اللعب كتير، انا وماشا الصغيرة دائما بنلعب بنلعب بنلعب، وبنحبك كتير يا دبدوب لانه انت صديقنا. يلا تعال العب معنا اليوم. اه والله يا دبدوب، يلا خلينا نلعب الان ونستمتع باوقاتنا، انا وانت واختي ماشا الكبيرة. أيوة يا سلام، والله عن جد حلو كتير، تعال اليوم بدنا نلعب ألعاب كتير كتيرة. هي خلاص انت والله جننتوني، يعني حياتي صارت عبارة عن جحيم بسببكو. أنا دبدوب كبير بالعمر ولازم إنه أنام وارتاح. يلا نم 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 نم. رجع نام هذا، تعالي تعالي يا اختي ماشي، يلا اضربيه كسري له راسه. هيكي خليه يستيقظ. ولكو خلاص خلاص كسرتوا الدنيا، ماشي بدي ألعب معك، وإيش بدكو؟ بدنا نلعب لعبة الغماية، يلا لف وجهك زي هيك وبعديها احنا بدنا نتخبى. طيب ماشي يلا، هاي بدي اعد للخمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمسة ونص. يلا خلينا ادور على ماشا. يا ماشا وينك؟ يمكن بالاسفل. هي ما في حد. ايه شفتك والله يا ماشا، تعالي من هذا المكان. اوف يا الله شفتني انا. طيب يلا بدي اضلني طول على الاعلى. ماشي يلا خليني كمان، انا بدي اضلني طالع. وينك يا ماشا؟ خليني اشم الرائحة من هون. ايه شو هاد؟ ايه شو هذا؟ انت متخبية بهذا المكان؟ ايه وجدتني والله، عن جد انك انت قوي. هيا لعبنا لعبة حلوة اسطورية. اسمع علي يا دبدوب، اليوم سمعت انه الدنيا صيف والجو رائع كتير، لازم نطلع بالاعلى ونلعب العاب كتيرة. يا سلام، نعم بدنا نلعب كل الالعاب. يلا يلا يا ماشا، اعطينا اجنحة الطيران وخلينا نتجول. يلا يلا، هاي كل واحد هون إلى جناح طيران، هاي زي هيك، ويلا تعالوا هلا نضلنا طالعين. يا سلام، هاي هذا كوكبنا اللي لونه وردي، وهي هون في كوكب لونه أزرق، كوكب رمادي، وكوكب أصفر، أي كوكب بدكم تروحوا؟ أوه والله بصراحة أنا حابة يعني أروح على هذا الكوكب الرمادي، لأنه هو مبين عليه فقير، كوكب ما عنده لون، بتوقع يكون حدا بده مساعدة. طيب اسمعوا علي، بلاش يكون بالداخل حدا الشرير، بدي إياكم تضلكوا أنتوا بهذا المكان وأنا بدي أروح لوحدي، إذا كان بالداخل حدا طيب بناديكوا ماشي؟ لوحدك؟ لا طبعا ما بدنا، بدنا نروح على هذا الكوكب. يلا يلا تعالي يا ماشا. اوف يا الله والله هيك يمكن يكون بالداخل حدا شرير، وهذا الاشي خطير عليكم يعني. لا في لا حدا شرير ولا اي اشي، بتوقع هون يكون يعني حدا طيب كتير يصير صديقنا. يلا انزل انزل عادي. يلا خلينا اضلني داخل. هي شو هذا؟ باتمان البطل الخارق، مرحبا. ييي شو هذا شو هذا اللي انا بشوفه؟ عن جد والله اشي حلو كتير كتير، عائلة ماشا، انا كنت بحضركم على التلفزيون. تحضرنا على التلفزيون؟ نعم انا هو الدبدوب يعني، والله فكرت انكو ناس اشرار، ولكن الحمد لله انكو ناس طيبين. شايف كيف يا دبدوب؟ هيهم طلعوا هدول ناس طيبين. اوه اهلا وسهلا فيكم يا شباب، يا سلام عائلة ماشا والدب، والله ابن كتير بحبكم بتابعكم وانا بعرفكم. اسمعوا علي، بيحكوا انه انتو بتحبوا المغامرات، صح هذا الكلام؟ ماشا بتحب المغامرات ولكن انا ما بحبها. أبلا أبلا، كلياتنا بنحب المغامرات، الدبدوب وأنا وماشا الثانية الكبيرة. هي إيش رأيكم نصير كلياتنا أصدقاء ونلعب مع بعض؟ هي طيب يا أصدقاء، أنتو بدنا نصير اليوم أصدقاء وبدنا نلعب، بس بالأول في عنا مهمة لازم نسويها، وهي مهمة تجفيف المية. مهمة تجفيف المية؟ طيب ماشي كلياتنا راح نساعدك، يعني إيش لازم نعمل؟ اوه لازم انتو الان تطولوا يعني هذا الصندوق موجود فيه بلوكات السبونج، انتو الثلاثة كل واحد بياكل ستاك، ولازم انتو الان تجففوا كل المية والبحيرة. طيب ماشي يلا. هاي انا بدي اخذ من الصندوق الاسفنج، بدي اجفف هذه البحيرة.
خليني يلا انا كمان. تعالوا تعالوا بدي اخذ الاسفنج. يلا جفف جفف كلياتكم هذه البحيره. يا سلام يلا جفف جفف يا دبدوب. شايف كيف اللعب حلو كتير؟ يعني كنت انت ما بدك تاخذنا لهذا الكوكب. شايف كيف طلع هذا الكوكب؟ كوكب جميل واسطوري، والناس اللي فيه ناس طيبين. اه والله هينا جففنا هذه البحيره والحمد لله انه كان بالداخل عائله باتمان الطيب. يلا خلينا نطلع للاعلى. يا سلام هلا ايش لازم نسوي؟ والله حلو كتير كتير. هيكو انتو الان جففتوا البحيرة وهذا شي جميل. هلأ ماني عارف شو رأيك؟ والله ماني عارف شو بدنا نسوي. خلص انا بقول يا ماشا تعالوا اتبعوني استكشاف الكواكب اشي حلو. ايش رأيكم رؤى الكوكب اللي بعده؟ اوه يا سلام. طيب ماشي، مع السلامة يا اصدقاء عائلة الباتمان. والله كنتوا عائلة رائعة وحلوة كتير. بمزح إيه؟ معاك وانزل لا انزل. تخرب. ايه هاي سكرت. لا تخرب، ليش هيك سويت يا كلب؟ هيني سكرت على ماشا الصغيرة. ادخل ادخل يا ماشا الكبيرة عندها. ايه اوف ليش جيتو؟ بعد هيك بعد انت نروح من هوني. والله عن جد انه انت واحد شرير يعني. خلاص تعالي تعالي يا ماشا، خلينا هلا نروح على الكوكب ويخلي الدبدوب يروح لحاله لانه احنا بطلنا نحبه. ايه اه والله خد لك هاي الضربة، حاولت تحبسنا ما بدنا نجي معك، انت واحد مو محترم يعني. خلاص انا واختي ماشا بدنا نلعب مع بعض. يلا تعالي تعالي نلعب. وي يا سلام اوف والله دول راح يجننوني. خلاص افضل اصلا، بدي اروح الان انا على الكوكب اللي لونه هذا ازرق. يلا خلينا ضلني جاي من هذه المنطقة. هاي موجود بهذا المكان حراس، يعني اتوقع انه بداخل هذا الكوكب ناس طيبة وهدول الحراس لحتى يحموه. وهلأ انا بدي اجي لهذا المكان. افتح يا سمسم، هاي البوابة فتحت. هاي مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الشر صباح التدمير. شو هذا الدب الشرير؟ اكيد انت. ايه ايش اللي الدب الشرير؟ ما سمعتني بحكي. السلام عليكم، انا هو الدب الطيب. ثواني انتو عائلة الشريرة؟ طبعا عائلة الشريرة، ما انك شايف يعني شكلنا بهذا المكان كيف احنا مرعبين. احنا هم عائلة الايس كريم الشريرة. طلع كيف يعني منحكي تعالوا اشتروا الايس كريم، اول ما يجوا الاطفال الصغار بنحطهم بالقفص هذا وبنحولهم الى ايس كريم بشري. اوه هذا يعني الدب شكله واحد بده ياخذ عقاب كتير كبير لانه استرجى يدخل على كوكبنا وهو واحد طيب. الطيبين غير مرحب فيهم بهذا المكان. يا بابا يا بابا، والله ما عمري اكلت انا دب بطعم الايس كريم. تعال نحول الايس كريم، تعال طول طول قلت التحويل وخلينا هلا نحوله. ايه شو بتحكوا؟ بدكم تحولوني الى ايس كريم وتاكلوني؟ خليني بدي اهرب. ايه تعال لهون يا ولد، ما في هروب من هذا المكان. اللي بيطلع من هذا المكان ما بيطلع منه ابدا ابدا. تعال ارجع. ايه شو هذا؟ اخ اخ اخ، هذه آلة تحويل الى ايس كريم. ايه صرت انا مثلجات والله. والله بدنا نسوي مثلجات ونكسره. يلا اقترب، طلع وين راحت عند الشجره هون. هيدا ثلج ابنك الصغير. يلا اي الله لا يوفقك ان شاء الله. وقف ثلجه ثلجه يا بابا، اضربه اضربه موته. اخ اخ ولكم بدي اهرب، ليش البوابه مسكره؟ خود خود يا طفل يا صغير، خود خود هذا السيف اهجم عليه كسر له راسه تكسير لانه هذا الدب مشاكس والله. ولكم انا اللي بدي اكسر الكراسك. اخ يلا جمدوني. اي بطلت شايف اشي. اضرب اضرب يا ولد. بدي انزل انزل انزل، خلينا اتخبى في هذا المكان. ابعدوا عني ابعدوا. ايوه يا ولد. يلا تعال هون يا دب، والله لك كسر راسك. هيك انت بتسوي حرب ضدي؟ تعال هون. اي يا ضرب اضرب يا بابا اضرب. ثلج ثلج. هاي قتلت الصغير تاعك. هي هي والان انا بدي اضلني هارب. قتل الصغير والله اغضبني كتير كتير. تعال لهون هاي زي هيك، خلينا اطول السيف. واقف مكانك، خلينا اتلجه. يلا اقتلوه، هذا جننا والله لازم يموت. يلا هاي زي هيك قوم خد لك هادي. او يا سلام صباح الخير، اصبحنا واصبح الملك لله. طبعا انا هو الفار جيري وانا هو القتوم. هاي اسمع لي يا فور، يعني هذا الكوكب لازم نقصفه بالمنتصف، لون يكون اصفر لإلك ولون يكون ازرق لإلي. لا لا اسمع لي، انا عندي فكرة افضل، هذا الكوكب بيكون لإلي وانت بنشوف لك كوكب تاني. اوف طيب ماشي، تعال نطلع للاعلى، انا مليت بهذا المكان.
ايوه يلا ممكن نيجوا على هذا الكوكب زوار جدد. تعال اتبعني ايها القط. يلا الان بدي افتح هذه البوابه. تا 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 هي هذا هو. مين هذا؟ اخ يا سلام يا سلام، شو هذا اللي بشوفه؟ وجدت والله مجموعه قطط وفئران، والله ما هي زاك يعني الايس كريم بنكهه القطط. تعالوا لهون ممكن اسكى شويه. بدك اكسر راسك، بدي اضربك. ايه تعال لهون، خد لك هاي الضربه. ليش ما بتنضرب ولك شو بسوي؟ بعيد لانه انا معي هاي الاله. يلا خلينا اجمد هذا. طلع القط كيف تجمد والله. ولك لا توقف توقف، بدي احاول اخدعه واحطه بداخل السجن. تعال اتبعني اتبعني ايها القط، تعال لهون. يلا تعال لهون تعال لهون. هي هي سكر الباب عليه سكر. ولك حمار انت يا قط حمار. ايه هي ونداب، تعال يا قط اطلع، هيني حبستك يا حبيبي. طلعوني من هون والله لا كسر روسك. خليني احاول اجمدك زي هيك من ورا الجدران. هي هي جمدتك والله. اخ اخ، لانه هذا عباره عن زجاج يعني وبقلبه فتحات. طيب اسمع علي، انا بعرف كيف بدي اطلع. خليني اعرف زي هيك، بدي اطلع راسي من هون. بعد بعد طيب انا بعرف كيف. خلينا اقرا هذا الكتاب. هم يوي وي شع شع شع، هم يوي وي شع شع با 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 شونجين قع يا عيا، هم يوي وي وي شونجع يا عيا. ايه هرب. إيه؟ قرا كلمه السحر. ولك اهرب اهرب، شو هذا اللي بيصير؟ شو بدنا نسوي يعني؟ تعال لهون تعال يا ولد، والله لا كسر راسك. اسمع علي اسمع علي بصراحه، يعني لا انا حاب اني اقتلكوا ولا حاب اني احولكوا، لانه الفئران يعني والقطط طعمه مقرف كتير. انا حابب اني انا ادخلكوا جوا تحدي، وهذا التحدي اذا انتوا بتفوزوا فيه راح اطلق سراحكم، اما اذا بتخسروا راح احولكوا واكبكم زباله. طيب ماشي احنا موافقين، بدنا نشارك بهذا التحدي تحدي انا وصديقي الفور، وبدنا نسوي يعني تحدي ونفوز بقلبه حتى تعفو عنا وتتركنا لوحدنا. طيب ماشي يلا، تعال يا فار يا حمار، وتعال يا قطة يا طيارة. خليني هلأ أنا بدي أحط لكم هون صواريخ، بدكم تطيروا لفوق، وإيش؟ أول ما تطيروا هذا الصاروخ راح ينقلكم لمكان بعيد شوية. مستعدين؟ لا لا أنا ما بدي أروح، أنت روح مع صديقي الفار. طيب ماشي والله فكرة كويسة، بنروح أنا وياك يعني. أوف طيب ماشي، خليك يا قط انزل انزل يا قط يا كلب. ايوه هي زي هيك، خليك انت بهذا المكان، اذا بخسر هذا الفار بتموتوا الاثنين، اما اذا انت بتعيش هو انت راح تعيشوا. يلا كل واحد يركب الصاروخ. خليني الان انا بدي اركب هذا الصاروخ. يلا مع السلامة يا صديقي الفار، مع السلامة يا رجل الايس كريم. مع السلامة مع السلامة، اسمع علي، إذا بخسر هذا الفار راح تموت أنت. يلا استعد بسرعة، واحد اثنين ثلاثة، يلا طير. يا سلام، هاي بلش العد التنازلي وبلش هذا الصاروخ تاعي. اعد 13 12 11 10. اوف هاي هذا القطة بحكي لك مع السلامة وبعمل لك باي باي. احكي يا قطة مع السلامة لأنه صديقك رح يخسر وانت وياه رح تموت. ويلا طير. مع السلامة. انحرقت بالنار انا. يلا زي هيك، هاي الصاروخ جالس بطير، وهلا راح نضلنا رايحين على تحدي صعب كتير، واللي بخسر فيه عقابه هو الموت. يلا خلينا نضلنا طالعين للأعلى. يا سلام هين انتقلت الى هذا المكان. ايه شو هذا؟ انا فكرت روح نروح على كوكب ليبتون. شو كوكب ما كوكب؟ اسمع يا ولد يا صغير يا فار يا حمار، هذا الاشي التحدي انت فكره اشي بضحك، بس هو لو تخسر راح تموت. يلا بدا التحدي بسرعة. ماشي ماشي، هيدا بلش من هذا المكان. ممنوع الغش يعني. يلا اخ لا تضرب لانه انت بتغش. يلا هذا عقابك، هي زي هيك خلينا انا اقفز زي هيك، ولا صرت راح افوز. يلا خلينا اقفز. وياخ هي هي والله سقطت يعني. وصلنا الى نفس المكان، خليني الان بدي اضل مكمل. بوم والله هذا التحدي حلو على الاخر اخ. هي خد لك هادي. يلا خليني اجمد هذا الفار، هي زي هيك خد لك هاي وتجمد. طيب ماشي مو مشكله، هاي بدي ارجع اعيده من البدايه. اوبا لا اندبيت والله والله عن جد انك انت فار صغير حمار. يلا بسرعه خلينا اكمل.
يلا يا سلام، بدي اضلني طالع على هاي. وهي هاي ايه اندبيت، شو هذا؟ اكسر هاي البلوكة بايدي، هلا بدي احطها بهذا المكان وبدي اضلني طالع. ايوه على السريع، هاي بدي اسبقك يا رجل الايس كريم. يا غبي ليش هيك سويت؟ ليش خربته؟ خليني ارجع زي هيك، احط هاي البلوكة، يلا اطلع عليها بسرعة بسرعة، بدي الحق انا، بلاش اخسر انا واموت يعني، بدي الفار والقط اللي يموتوا. لا لا مستحيل، هاي انا وصلت، بدي اضغط على الزر بيو.